إلى أول أخبارنا الأمنية مشاهدينا، ضبط تاجر مخدرات وأسلحة نارية. طبعا كان التاجر بحوزته 706 بندقية خرطوش بمحافظة مطروح. يسعدني أن يكون معي الآن اللواء عناني حمودة مدير أمن مطروح. سيادة اللواء مساء الخير. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني في محافظة مطروح أنتم بتبذلوا مجهودات، طبعا احنا بنحييكم على كل المجهودات اللي بتقوموا بيها، وإحنا شايفين صور من مطروح واحنا بنعرضها للساده المشاهدين الان، جولات الشرطه لضبط الامن في الشارع المطروحي. عايزين نعرف من حضرتك تفاصيل الخبر لو تكرمت، ضبط تاجر مخدرات واسلحه ناريه. هو الحقيقه ان كانت معلومات وصلت لمكتب الاداره العامه لمكافحه المخدرات. نعم. بان احد تجار الاسلحه بمنطقه الضوعه بيحوز كميه كبيره من الاسلحه قام بتهريبها من الخارج. المعلومات دي اكدتها تحريات اداره البحث الجنائي وفرع الامن العام والامن الوطني. نعم. تم عمل ماموريه استهدافه المذكور. الحمد لله، يعني يمكن يعني الراجل ده كان طبعا من اخطر تجار الاسلحه. وكان عند النضوجيه وادوات لرفض الحملات تحريك المدامه. نعم. ولكن الحمد لله حرفيه اداره البحث الجنائي عندنا، احنا عندنا اداره بحث على اعلى مستوى. مع الجهات المختصه تم مداهمه المنزل، تم ضبط 706 قطعه سلاح خرطوش. نعم. ودي اسلحه حديثه وارده من الجانب من التركي، اسلحه تركيه حديثه الصنع. الحمد لله تم الضبط، لم يحدث اطلاق نار او تعامل سواء من القوات او من تاجر الاسلحه ومعاونيه اللي كانوا موجودين. نعم. انا عايز اطمن حضرتك ان احنا الجهود الامنيه على مدار ال 24 ساعه تنفذها توجيهات السيد الوزير. نعم. وبالتنسيق طبعا مع القوات المسلحه اللي بتقوم بدور عظيم في تامين الحدود وضبط العديد من تجار الاسلحه والمخدرات والهجره غير الشرعيه. برضو انا عايز اوضح ان احنا معانا شعب وطني، شعب عظيم. اكيد طبعا. زي شعب مطروح يعتز به طبعا في جميع الامور وجميع المواقف. نعم. فانا بطمنكم بالنسبه للحدود الغربيه الحمد لله مؤمنه تامين كامل. الحمد لله. بفضل طبعا استنفار القوات والاستعداد القوات والتنسيق الكامل مع القوات المسلحه ومعاونه شعب مطروح العظيم. ربنا يعينكم ويوفقكم طبعا سياده اللواء، وعلى الجهود اللي بتقدموها لعوده الامن والامان سواء لمطروح او لمصرنا الحبيبه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. سياده اللواء عناني حموده مدير امن مطروح.